استغلينا فرصة وجودنا بديتروت موتور شو 2013 حتى نلقي الضوء على أشخاص مش عدد كبير منكم بيعرفون، وهن بيساهموا من وراء الكواليس بوصول صناعة السيارات لأفضل المراتب. دكتور سعيد بربات ومازن حمود، الأول مسؤول عن السلامة والثاني عن تطوير المحركات بشركة فورد الأمريكية بديتروت. برنامج دريفن التقي هون، تعرف على انطلاقتهم وإنجازاتهم. بديترويت المعرض يلي بيفتتح السنة بكل سنة بنسخة 2013 برنامج دريفن، تلاقى بعض الوجوه يلي أكيد بتهمكن، وجوه عربية لامعة بالشركات الأمريكية. مازن حمود هو واحد من هالوجوه بشركة فورد الأمريكية. مازن، أول شيء بدنا نقول لك أهلا وسهلا بدريفن. يا أهلا فيكم، ويلكم تو ديترويت. كتير بحبوا يعرفوا قصة مازن حمود، هالوجه العربي وبالتحديد اللبناني مع شركة فورد، خبرنا عنه. انا خلقت بلبنان وترعرعت بالجنوب، قعدت بفرنسا 3 سنين، وبعدين اجوا نقلوا اهلي على امريكا وجينا ديربورن، وهون كفيت علمي وبلشت شغل اكشلي بالجي ام. ضليت بالجي ام 8 سنين. هلا بعد 8 سنين مع الجي ام نقلت على الفورد موتور كومباني، بلشت هونيك بالمركز الابحاث. صرت لاحظ انه الواحد ليتقدم بهالاندستري بده يكون على المانجمنت سايد. مازن، حالة الوجوه العربية بفورد كتيرة، يعني بتشوف كتير أشخاص مثلك بينتموا للوطن العربي؟ بالفعل أنا ملاحظ إنه صار في هلا أكثر وأكثر مهندسين بفورد. أنا مثلا بالتيم تبعي في برودكت سبيشاليست، تكنيكال سبيشاليست، أكثر من واحد عرب. وبالفعل بنعتمد عليهم كثير، وبس اللي صرت أعمله أنا هلا بس أحكي مع مهندسين young people إنه كيف الواحد بده يتقدم، how do you wanna make your mark بفورد وبغيره، يعني بحكي مع بالجامعات وهيك، إنه إيه بلش بالتكنيكال بس ركز كمان على المانجمنت. البعض بيقولوا إنه هذا هو المستقبل، السيارات الكهربائية. مازن، أنت شو بتقول؟ هذا هو المستقبل ولا لا؟ أنا بلاقي إنه الكهرباء السيارات هي المستقبل. كونها تكون سيارة كهربائية على الآخر بلا ما يكون في أي بنزين، أو إنه يكون ميكس من الاثنين، هون بعد السؤال. أنا شخصياً رأيي إنه بالمستقبل المنظور رح يكون التركيز على السيارة اللي هايبريد، اللي فيها بنزين وكهرباء، موتير كهرباء وبطارية. بس تشرج الكهرباء، قديش بتخدمك هالسيارة؟ كم كيلومتر أو كم مايل بتقطع؟ هلأ هاي السيارة مصممة إنها تخدم حوالي 80 مايل، شي 79 مايل، بس بعدين بده يوقف الواحد ويعبيها. هيدي هون الفيوجن انرجي، اللي هو تريد مارك للبلاجن هايبريد بفورد. بتلاحظ بهاي السيارة مثلا عندك محل ما بتشرج الكهرباء، هون بتشرج البطارية، وبنفس الوقت عندك من وراء بتعبي بنزين. هلا وهيدي بنفتحها من جوا بعدين. بس شو الكومبلكسيتي تاع البلاجن هايبريد؟ طبعا اكثر من الفول الكتريك. مازن، السيارات اللي عم نحكي عنها الكهربائية أو البلاجن هايبريد بالنسبة لفورد صارت بالسوق، ومتى أنت بتتخيل بقية الأسواق رح تكون أهل إنه تستوعب هيك السيارات؟ صارت بالسوق، بلشت طبعاً بأمريكا، وفي بأوروبا هلأ بدنا نطلع الإلكتريك والهايبريد، وبعدين بقية الماركت بده يكون شو الكاستمر ديماند. مازن حمود هو واحد من الوجوه العربية اللي موجودين بشركة فورد وعم بيقودوا فرق بشركة فورد. رح نكمل نحن وياكم مع الأرابيك فيسز أو الوجوه العربية داخل هالشركة الأمريكية. جولتنا مع الوجوه العربية بشركة فورد الأمريكية بعد متابعة السيد أو الأستاذ سعيد برباط، كمان رح يكون ضيفنا حتى يعرفنا أكثر عن الوجوه العربية، أو حتى ناخد فكرة أكبر عن الوجوه العربية بشركة فورد. أستاذ سعيد، اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، ثانك يو. خبرنا عن بداياتك مع شركه فورد، او بالاحرى بداياتك بعالم صناعه السيارات. حقيقه انا مهندس ميكانيكي، انا تخرجت من الهندسه الميكانيكيه بجامعه بغداد، وسنه 86 جيت على امريكا، ومنذ تخرجي سنه 1990 لحد هاليوم دا اشتغل بشركه فورد.
قديش انت مرتاح وقديش الوجوه العربية كمان الموجودة بشركة فورد كمان مرتاحة؟ بصراحة انا مرتاح جدا بشركة فورد، لذلك ما يوم من الايام يقترح على بالي بانه ابدل شغلي. 25 براءة اختراع باسمك؟ حاليا احمل 25 براءة اختراع كلها مختصة بسلامة تكنولوجيا السلامة. باختصار ابرز التكنولوجي اللي رح نشوفها قريبا بالسوق على مستوى السلامة، على شو بتتمحور؟ فالتكنولوجيا رح يشوف تركيزها اليوم بانه الكراش افويدنس، تجنب السائق او مساعدة السائق لتجنب الحادث. عجلة القيادة خلينا بيها حساسات ممكن تراقب دقات القلب مالك بالدقيقة. وهذا on a real time basis. بنفس الوقت فحزام تخليه على البطن، فخلينا بتزيو إلكتريك سنسر، حساسات موجودة باللاب بيلت هون على الدايفرام تبع المعدة. فهو when you breathe من تتنفس شهيق وزفير in and out الدايفرام يتغير، فالسيت بيلت اللي موجودة على البطن يتعرض إلى bending، انحناء. ونفس الحساسات تقيس درجة حرارة الكابن بداخل السيارة. فممكن بالمستقبل نقدر نحدد الكلايمت كنترول بالسيارة حسب ما يحتاج الجسم من درجة حرارة. واو. دكتور سعيد، طموحاتك لوين توصل؟ أريد أوصل إلى تطوير تكنولوجيا واستمرار بتطوير التكنولوجيا اللي تساعدنا أو تعطينا الهدف للوصول إلى وفيات قليلة جدا أو قريبة على الصفر بالمستقبل.